اهلا بيكم معايا من الفاصل. زي ما انتم شايفين معايا ايمان. ازيك يا ايمان؟ الحمد لله. عامله ايه؟ زي الفل الحمد لله. انتي النهارده هاخدك فقرتين. فقره انتي عامله مشاريع، مشروع حلو جدا للاطفال، عامله عيش كده مخبوزات شكلها فظيع للاطفال، رهيبه بصراحه نشوفها دلوقتي. وتاني فقره انتي خاسه 25 كيلو على السبع خطوات. خستيهم في قد ايه؟ 3 شهور. احنا هنقعد مع بعض كمان شويه نعرف بقى خسيتيهم ازاي، بس دلوقتي عايزين نشوف بقى المشروع بتاعك. انت بتقولي بقالك سنه؟ بقالي سنه بالظبط. بتعملي المخبوزات دي وبتعملي ايه كمان؟ بعمل كله، اكل بقى وحلويات، ديزرت عامه، حاجات دايت لو حد بيطلب حاجات مخصوصه بعملها. حلو جدا. الحمد لله. طب برافو عليك. الحمد لله. شطوره. عملتي بيج وابتديتي؟ عملت بيج وابتديت تسويق والناس ابتدت تعرفني، ابتدت يبقى ليا اوردرز، الناس تطلب مني اعمل حاجات كتيره. الموضوع ده بقى فرق معايا قوي بعد كده لما بقت الناس حابه ان انا اعمل حاجات شكلها حلو، وانا كمان كنت حابه قوي ان ولادي يفرق معاهم الموضوع. هو ولادي كانوا هم الدنيا، وبعد كده بقى الدنيا فتحت معايا الحمد لله. مميز قوي بصراحه. الحمد طيب لله. طيب عايزين نشوف الاول الحاجات شكلها عامل ازاي عشان نتخيل الحاجات الفظيعه اللي هي عاملاها. فظيع، عسل فعلا، مش ممكن. بصوا عيون، كل عيون بصلكوا كده تحفه، كلها حركات، يعني كل واحده فيهم بتحكي قصه يعني. وبعدين ده برضو فظيع، ده انت عامله باندا جواه، يعني عيش توست يتقطع باندا على شكل باندا. عسل بجد تحفه. واللي بعدها فراشه، يعني اظن الحاجات دي تخلي الاطفال تاكل جدا. تسلم ايدك. تسلمي. كلها طبعا حاجات يعني حاجات طبيعيه. حاجات طبيعيه جدا، عادي. عجينه معجنات عيش عادي خالص هنشتغل بيها. تمام. هنبتدي نشكلها احنا. الفكره اللي احنا بنشتغل ونلون بالحاجات اللي موجوده عندنا في البيت، وهنشتغل بكل حاجه عندنا في البيت. هي طبعا كده ايه، اختمرت خلاص. اختمرت خلاص. اي عجينه عيش الناس حباها، اي عجينه معتمده عندكم، اللي بيشتغل بعجينه السبع مقادير، بعجينه الدقايق، سبع دقايق، يشتغل بيها مفيش مشكله. هنبتدي ناخد العجينه. انا كمان ان شاء الله هقدم معاكم وصفه عجينه مغذيه للمدارس باذن الله بعد بكره، فلو حابين برضو تعملوا بيها. عايزه دقيق بس. كملي. عايزه دقيق. اهو دقيق. تمام. احنا بس هنحط شويه دقيق كده عشان العجينه ما تلزقش مننا. الفكره ان احنا هنعمل شكل لطيف لذيذ بسيط ما فيهوش اي حاجه. احنا هنعمل مثلا كدبدوب. احنا هنحطه عجينه كوره ما فيهاش اي حاجه صعبه. شكل كوره. هنحطها في صينيه الكب كيكس. وهنبتدي بس الفكره ان احنا نعمل له ودان. هنعمل له ودان بالعجينه. تمام. ده اللي هو الشكل اللي مش متلون. الشكل اللي مش متلون. عشان لو في ناس مش بتحب الحاجات تبقى متلونه، يبقى احنا عندنا حاجات طبيعيه جدا. احنا بقى ممكن دوت نعمله بكذا فكره. احنا ممكن العجينه نفسها نكورها ونحشيها سواء حلو او حادق. يعني ممكن نحط جواها جبنه بسطرمه، اللي بيحب اي حاجه يحشيها ويحطها، وهنحطها في الشكل اللي احنا هنحطه كده. وبقت خلاص. حاسه العجينه طريه معاكي زياده، فمش عارفه تشكل. مش عارفه اشكل بيها بس. طب خدي تعالي هنا لميها وبعدين عشان نشوف الشكل صح. تمام. انت خدي جزء منها مش لازم كله. لا انا هاخد على قد ما هعمل. بس مش فاكره اوريكم الفكره بس. احنا خلاص العجينه الى حد ما هي ماسكه نفسها. هنعرف نحطها. حطينا شكل تاني اهو، تبقى مظبوطه. وبعدين تكوري بقى. وبعدين بقى ابتدي اكور. ده الشكل العادي اللي هو اعمل بيه مثلا الودان. الودان، وزي ما قلت لك الودان ديت ممكن نحط مثلا جواها زيتونه. الودان تبقى زيتونتين. لو احنا مثلا عايزين نبقى الحشو جوه حلو، ممكن تبقى من فوق نحط فاكهه. ممكن يعني التشكيل. صح. ده معانا حلو جدا. انا فكره الحاجات دي انا كنت راسمه مثلا حاجات عليها بالشوكولاته. فكنت معتمده ان انا من جوه العيش دوت حتى بعد كده ممكن يتجاب ويتفتح عادي جدا. ويتحشى بقى الحشو اللي احنا عايزينه. نجيب على ايديها بس يا مصطفى شكل الدبدوب ده. عادي جدا بقى دبدوب، واحنا بسكينه هنفتحه عادي قوي، عادي خالص. هديكي سكينه. هو بقى عندنا عيش
ممكن بقى نحط جواه نوتيلا، نحط جواه نحشي اي حشوات حابين، ممكن الولاد حسب ما كل واحد بيحب هو حاجه. هو عامل زي الكايزر بس شكل. اه بالظبط كده، هو كايزر بس شكل. ممكن يبقى الفكره الثانيه اللي احنا مثلا نحطه في صينيه، ممكن يبقى بشكل دايره، يبقى كلهم جنب بعض بس نسيب مسافات ما بينهم. ممكن بقى نبتدي نلون بقى الفكره في اللون بالالوان. دي بالطول، دي بالطول عشان كان القالب طول. ممكن بقى مدور، ممكن بقى يبقى مدور، ممكن نلعب بقى بالالوان براحتنا. بالظبط، بصوا شكلهم عامل ازاي، كلها عيون بصلكم. تضحك جدا، تشد الولاد قوي يعني والله، والكبار على فكره مش الاطفال بس. عيون 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 تخوفكم. بصي مثلا لونا حاجة بسيطة اهي تدي شكل حلو. ايوه اللون الاصفر بقى، اللون بقى زي ما طبعا ده غذائي. الوان غذائية طبعا. عارفة ممكن برضو تيجي تستخدمي حاجات زي كركم، كاري، ساعات فعلا بعمل كده، السبانخ بتدي لون اخضر فظيع، كذا حاجة جربت كذا حاجة. بس دلوقتي عشان اسرع يعني نعمل كده مثلا هنحطها، ناخد عجينة كمان نحطهم جنب بعض بقى، عايزين كلهم يبقوا لون واحد تمام، عايزين نبقى نشكلهم الوان مختلفه. كل واحده تتلون بقى على شكل. دي مثلا ممكن نحط الشكل الاول تحت، دي انت عاملاها زي في شيش طاووق. بصوا زي شيش طاووق، وبرده ممكن تتفتح وتبقى عيش عادي جدا، يعني عيش صغنن اهو، ميني كايزر بس ميني بشكل كايزر مختلف، بس معمولين اشكال برده. عيون عيون عيون. طيب انا عايزه بقى اعرف اللي جوه التوست ده عامله ازاي، شكل ازاي بتحافظي على شكل، يعني شكل الباندا ده ازاي محافظه عليه، عينتينه باينين قوي. فكره بقى في الحاجات دي محتاجه تجريب كتير قوي، ان الواحد يفضل يقعد يجرب فيهم. الحاجه العجينه مثلا تبقى الرسمه قدامك، لازم تبقي متخيلاها هتبقى عامله ازاي علشان تعرفي. انا ساعات كنت برسمهم على ورقه عشان ابقى شايفه صح. العين مساحتها قد ايه، هحط قد ايه عجينه ابيض حوالين منها، طب البق نفس الكلام، يعني محتاج موضوع. يعني انت فعلا بتشكلي الشكل بطولي من اسطوانه، من بره منظور مش مستويه، بيبقى مش مستوي بتستوي في الفرن بس متلونه وشكل طولي. بالظبط كده، تمام فهمت. تبتدي بقى تتعاملي مع العجينه على اساس ان هي هتشوفي الشكل قدامك مجسم. هي عامله زي فكره شكل برضو التايجر والحاجات اللي هي بالظبط كده بتبقى. ما انا جربت التايجر في الاول وبعد كده بقى قلت طب اجرب حاجه اصعب. فكانت دي بقى الاصعب. ودول فظاع بصراحه، سهلين جدا وشكلهم برضو حلو قوي. دول سهلين قوي، وحشوتهم وطريقه الفانيش بتاعهم بقى بتبقى في الاخر ألذ كتير. يعني مثلا دولت مثلا حلو وانا عايزاهم حلو او حادق مش هتفرق. انا مثلا ممكن احشيهم شوكولاته من جوه، ممكن من جوه. ده القلم اللي انا برسم عليه، ده اللي بترسمي بيه، ده القلم اللي انا برسم بيه. اوكي، ممكن بقى ممكن من جوه يحشو اي حاجه، يعني اي حاجه بقى حشو. ممكن ممكن جبنه، مش لازم حلو، ممكن جبنه، ممكن نحط جوه جبنه. في عندنا جبنه، ممكن نحط خس، يعني الحشو معانا ده ما فيهوش اي مشكله، ممكن نحط جواه خس. لذيذ قوي، فكرتيني بحلقه كنت عملتها قبل كده اشكال كده برضو للاطفال، خيار. كنت عملت حاجات برضو عارفه سحلفه وارنوب وفار صغنن والحاجات دي. مثلا اهو ممكن نفتحه بعيش. ده شكله كانه بقه بقى مفتوح. ايوه بصوا تحفه، استني اوريها كده للكاميرا اهو. بصوا ضفدعه بتفتح بقها. وبرده هنحط جواه اللي احنا عايزين، نحط جواها بقى جبنه. ماشي، عينه التاني شغاله اهو، يبقى كده لطيف. تحفه، دي تحفه. بصوا حلوه جدا، مش هكوكي دلوقتي. هي ليها اسم اكيد، يعني الضفدع لما بيطلع صوت اكيد ليها اسم، مش عارفه. بس يعني دي محطوط مثلا في نص كاتشب. ده ظريفه جدا، عامله زي كراون كده او حاجه، او ورده جميله مثلا. ورده وحطيت في قلبها ممكن مثلا حبه بركه لو احنا عايزينها تبقى، ودوا مثلا يبقى اصفر في النص، حبه بركه تبقى عبات شمس. يعني لعبنا بالاشكال والالوان وحاجات كلها موجوده في البيت، وعملنا لهم حاجه ظريفه تغير من جو الساندوتشات. فعلا فكرة حلوة على دخلة المدارس دلوقتي للأطفال اللي بتغلبنا وتبقى عايزة تشتري حاجات بس من الكانتين، حاجات المفسدة
اللي فيها سكر عالي او فيها املاح عاليه جدا وتتعب التركيز. احنا عملنا حلقه عن على فكره سندوتشات مهم جدا تتفرجوا عليها بتاعه المدارس، بشرح فيها نخلي بالنا من ايه عشان ولادنا يعرفوا يركزوا، لان غير كده مش هيعرفوا يركزوا. فمهمه دي جدا، الاكل من الحاجات الاساسيه. فعلا تسلم ايدك، تحفه. وان شاء الله بقى المره الجايه اشوفك عاملاهم بقى بالشوفان. انا عملتهم اصلا بدقيق اسمر، يعني انا كمان كنت ساعات بعمل العجينه نفسها، بلعب بقى في العجين بدقيق اسمر، بلعب في شوفان ساعات، بحط طبعا بذر كتان لو حد بقى طالب بقى بذر كتان، او مثلا شوكين، وطبعا يعني بلعب الحاجات كلها. حبيبتي تسلم ايدك. احنا هنروح بقى دلوقتي الفاصل وهنرجع نكمل بقى مع بعض عشان نعرف خسه 25 كيلو ازاي. طبعا مصطفى جاب اول حاجه على الكيكه عشان يوريكم لما طلعت من الفرن بقى شكل الكيكه اللي احنا عملناها في الاول، الباوند كيك اللي احنا زينا بيها عملنا بيها التورته ديت. فهي طالعه ناجحه جدا الحمد لله زي ما شفنا، ومش هابطه خالص، واحنا ندخلها على 180 درجه لغايه ما تستوي معانا ونجربها بخله اسنان، وبرده لما خلاص تستوي معانا نطفي ونسيبها شويه جوه. دايما اي كيكه اعملوها كده عشان ما تهبطش برده احتياطي، وزيناها عملناها بالشكل ده. احنا هنكمل بقى دلوقتي فقرتنا مع ايمان، لان ايمان انتي طبعا قدمت لنا شكل حلو جدا، اشكال تحفه بصراحه، مش شكل واحد، من عجينه تنفع للمدرسه، واحنا ان شاء الله هنقدم عجينه مناسبه للناس عشان احنا ما لحقناش دلوقتي طبعا احنا نعمل عجينه مع بعض مناسبه للمدارس ان شاء الله بعد بكره. عملتي منها اشكال حلوه جدا، اشكال دباديب واشكال عسل جدا، وهنا باندا من جوه، يعني توست يتقطع يبقى على اشكال برضو، كل حاجه بصوا كل حاجه باشكال، فجامده جدا بصراحه، فكره تفتح النفس للاطفال. ان شاء الله ومشروع ناجح يا رب باذن الله. تبقى لك سنه في المشروع ده وان شاء الله يا رب تكملي على خير باذن الله. واعتقد دي اكتر حاجه مطلوبه عندك، صح؟ الحمد لله. الحمد لله كل الناس عندهم مشكله ان اولادهم ما بياكلوش دايما، صح؟ فدي كانت الحمد لله كانت الفكره ان الاولاد يشدهم حاجه ليها يعني. طب كويس، قولي لي بقى انت خسيتي 25 كيلو ومثبته بقالك ثلاث سنين على العشر نصايح سابقا والسبع خطوات حلوه. بالظبط كده. قولي لي انت مثبته ازاي؟ لان السؤال ده بنتسأله كتير جدا، ازاي بعد ما اخس اقدر اثبت لفتره طويله؟ اولا انا ماشيه جدا على الزبادي بالليمون قبل النوم، دي هايله جدا، بخصوصا للناس اللي بتشتكي من بطنها. انا شخصيا بتفرق معايا، حتى لو عكيت يومين ولا حاجه بترجع تظبط معايا تاني جدا. طب حلو. بتاكليه قبل النوم؟ قبل النوم بحوالي كام ساعه، يعني حدود ساعتين ثلاثه كده قبل ما انام، انا معدتي تكون فاضيه بعد قبل ما انام. صح كده. اكل الزبادي بليمون، وممكن احط معلقه قرفه. اوكي، سكر دايت ماشي، مفيش سكر دايت عادي، باكل برده بليمون. بتفرق قوي قوي قوي، وفرقت معايا جدا الحمد لله. الحمد لله. الشاي بليمون بعد الاكل بنص ساعه، ده معجزه لوحده اصلا، ده هايل جدا جدا، وفرق برده مع ناس كتير كمان. انا لما اقول لهم انا عملت كده برده بيفرق في البطن قوي، اللي بعد نص ساعه الأكل بعد من الاكل ويتحلى بسكر يكون دايت مش سكر عادي عشان ما تبوظوش الوجبه، يعني لو انتوا خدتوا فيها سكر عادي ممكن بالعكس الوجبه تمتص كلها، فعشان تحرقوا مش انكم تتخنوا منها يبقى بسكر دايت لو عايزين تحلوا بعد الاكل بنص ساعه. كملي. ما اكلش بقى فاكهه بعد الاكل على طول، لازم جسمي يرتاح، ولازم لو هاكل فاكهه اقل حاجه مثلا ساعتين ثلاثه عشان جسمي يعرف يكمل حاجه ثانيه وما يحلليش سكر الدم بسرعه وارجع اجوع بعد شويه بمده بسيطه. تمام. فباكل فاكهه بعديها، ولو عايزه اكل فاكهه باكلها قبلها برده قبل الغدا مثلا بساعتين ثلاثه برده عشان برده جسمي يبقى ايه مظبوط للي هخش اكله. تمام. لما بلاقي نفسي عكيت ومثلا النهارده ماما عامله محشي ممكن اكل، ممكن اعمل ايه؟ اجي بقى مثلا بعديها اقعد كام يوم كده اكل حاجات خفيفه، نص رغيف مثلا بحاجه بسيطه، ما امشيش بقى على الريتم. انا هسالك دلوقتي على شرايح الخبز، بس احنا عايزين نشوف الصور، عايزين نشوف الصور قبل وبعد عشان عايزين نشوف بقى لما وصلت بعد وقعدت ثبتت ثلاث سنين. هي طبعا قدامكم بعد، لكن في فرق كبير طبعا، 25 كيلو انا عارفه شخصيا يعني بتفرق قد ايه في الحياه، الواحد بيبقى انسان وبيتحول لانسان تاني.
مش ببقى مصدقه نفسي اصلا لما بشوف الصور دي ان انا دي مين. طبعا فان انت مثبته كمان 3 سنين دي ده الاساس وده المهم عندنا بقى في الفقره دي فعلا. طيب كملي شرايح الخبز بقى عشان انا مش عايزه حته العيش البلدي. ايوه شرايح الخبز دي بقى هي عايزه اقول لك اساس كمان شغلي، يعني هي كمان جايبه لي شغل ما شاء الله بسبب شرايح الخبز. ناس كتير جدا 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 بتطلبها. طب الحمد لله لانها فرقت معايا انا كمان شخصيا لما بمشي عليها، بتخليني ما اجوعش، بشرب ميه كتير مخليه عندي الدنيا كويسه، مش ببقى تعبانه لان اصلا كنت دايما بشتكي من الامساك، فهي هايله جدا الحمد لله كويسه قوي. عشان انت ملتزمه انك تشربي معاها ميه لازم مش بتاكليه بس كده، عشان اللي بياكله كده بتعب بتعمل امساك خطير صحيح. عشان هي كلها الياف، هي عشان بتشبع فهي كلها الياف، فلازم نشرب ميه كفايه عشان تنفش وما تعملش بالعكس من امساك للين فظيع. يعني في مدام لسه مكلماني امبارح كبيره في السن، كلمتني قالت لي انا كان عندي مشكله امساك فظيع وكنت باخد ادويه، من ساعه شرايح الخبز المشبعه ما بقتش احتاج اي ادويه خالص ولا حاجه. ده حقيقه فعلا خالص. هي بتشتغل بالزبط. فعلا مع نفسها وجنبها ازازه الميه على طول، ميه اساس شرايح الخبز ميه بالظبط. جبنا بقى لايت، حاجات خفيفه كده، خضار كتير، طبق السلطه ده اساسي كل يوم، ما لازم يبقى في سلطه كل يوم حتى لو الاكل ايا كان، لازم طبق السلطه ده يبقى موجود. السلطه بتشبع قوي، ببتدي بيها الاكل عشان معدتي تشبع واكمل اكل على قد ما هاكل، بس تبقى شبعانه وملياها بالحاجات اللي ما تشبعني وتفيدني. صح، برافو عليك. بعد 7 بقى ما بيبقاش في اكل خالص. برافو عليك. ما باكلش حاجه خالص بعد الساعه 7. قولي لي انت متجوزه ومخلفه، معاكي في البيت بقى اخبارهم ايه؟ ربنا يخليهم كويسين الحمد لله. مدوخيني طبعا في الاكل جدا، بس يعني شغل بياكلوا على الحاجات اللطيفه اللي انت شفتيها دي. بحب بعملهم الحاجات بتاعتك قوي، بحبهم قوي الحمد لله كويس. احنا عايزين نقلل موضوع الدقيق الابيض ده، يعني عايزين نبتدي بقى الاشكال دي تتعامل نحاول صحية. هو طبعا انا عارفه المخبوزات صعب، اللي هي بالذات منفوشه انها تتعمل بدقيق شوفان او دقيق قمح، بس بيبقى تقيل فعلا في الرفع. لكن نحاول على قد ما نقدر، يعني حتى الوصفه اللي هعملها ان شاء الله يوم بعد بكره فيها برضو دقيق ابيض، مضطرين عشان تنفش معانا، لكن بحاول ادخل بقى عناصر ثانيه كتيره معاها ترفع الفايده على قد ما نقدر. الشوفان هايل انا بستخدمه، الدقيق الاسمر طبعا، بحط بقى حاجات تزود بقى القيمه الغذائيه للاكل، يعني بذر الكتان طبعا اساسي معايا، ساعات بحط قرفه، حبه البركه، كل ما الحاجات دي بتزيد كل ما بتعلي طبعا القيمه الغذائيه وبتبقى مفيده جدا ليهم صراحه. طبعا قولي لي، عايزه تقولي اي حاجه قبل ما نختم؟ لا انا عايزه اقول اني بحبك قوي، وبعتلك ناس كتير قوي بعتلك سلام معايا. يا حبيبتي انا يعني بسلم عليهم برضو وببوسهم جدا من قلبي، يعني فعلا بتسعدولي حلقاتي وحياتي كلها. مش حلقاتي، فرقتي في حياتنا كلنا حقيقي، مش انا بس، يعني انا شخصيا فرقتي معايا، ولا وفرقتي مع كل الناس اللي يعني متابعينك واللي شايفينك، فرقتي معانا بجد. الحمد لله الحمد لله، فضل من ربنا. الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يزيدك. الله يخليك يا رب. هرجع معاكم بسرعه. احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا مع بعض الباوند كيك، وعملنا الباتر كريم اللي هو زبده كريمه الزبده، وعملنا مع بعض كمان الكاسات ديت بالويبنج كريم بتاع دريم، وإيمان طبعا قدمت الحاجات الحلوة دي. يا رب الحلقة تكون عجبتكم.